السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنتكلم إن شاء الله عن العلاقة بين البيم والمباني الأثرية. كل واحد يقول البيم مستخدمه عشان نبني، فمادام مبنى مبني فهنبني إزاي حاجة مبنية فمالوش لازمة؟ لا، ليه لازمة كبيرة جدا. أولا توثيق المعلومات الخاصة بالمباني الأثرية، بنعمل ليزر سكان ويبقى عندنا نسخة فيها كل المعلومات بتاعة المبنى. طيب هنعمل ليزر سكان ومنحولوش لبيم. الليزر سكان بيديني نقط فما بقدرش استفاد منها، انما لو حولها ببيم اقدر اضيف بعض الحاجات. يعني على سبيل المثال ده جزء من مبنى اثري وزي ما شايف اغلبه مكسر، فبالبيم بقدر اشوف الجزء دوت كانت تكملته تبقى عامله ازاي، والجزء دوت اروح مكرر الجزء ده في الاجزاء الباقيه كلها، وابدا اعتمد على الصور اللي موجوده قبل كده اللي الناس بدأوا يصوروها ويتخيلوها، وابدا اعمل المبنى زي ما كان موجود. ممكن حتى اقول لو هما مثلا كانوا كملوا الحاجه دي كانت هتكمل ازاي، او لو هو كان في حاجه تانية مخطط لها انها تتعمل ازاي. يعني على سبيل المثال في مبنى مباني او مسجد كان مخطط ان هو يتعمل باربع منارات، وبعد كده في مناره وقعت اثناء ما هما بيبنوا فقال لك خلاص هنعتمد على منارتين بس، على منارة واحدة، ولغوا الفكرة إن هم يعملوا الأربع منارات. طب لو الأربع منارات أو الأربع مأذن دول اتعملوا كان هيبقى شكله عامل إزاي؟ برضه ممكن نشوف في المبنى اتبنى إزاي، نبدأ نشوف الخطوات. يعني هل هم بدأوا مثلا يبنوا القواعد الأول، ولا بدأوا يبنوا دي الآخر وبعد كده يبنوا التانية، وبعد كده يعني بنوا المبنى إزاي؟ طلعوا كده وبعد كده بدأوا يعملوا القبة دي أو الشكل دوت القوس دوت. فنبدأ نعمل نفهم الفكرة عملت ازاي، نقدر نعمل تحليل للمناخ ونفهم ليه المباني دي كانت مريحة، فنفهم الجدران كانت سميكة اكتر من دلوقتي. فبتتخيل شكل الحاجة، تقدر تحط الحاجات على الانترنت فأي حد ياخد جولة افتراضية كأنه هو موجود في المكان دوت ويبدأ يتجول في المكان. فالموضوع بيبقى لذيذ جدا في المباني الأثرية مع البيم. تقدر تدخل كل المعلومات التاريخية اللي انت محتاجها، فتعمل سيلكت على العنصر يبدأ يقول لك ده دي كانت بتبان في تاريخ كذا، حصل فيها كذا، وتهدد في كذا. على سبيل المثال مثلا المسجد النبوي يبدأ يقول لك كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اتبنى كذا مرة، وكل مرة اتبنى فيه حصل فيه توسعة فتوسع كذا، وبعد كده سيدنا عثمان أضاف فيه، وبعد كده عمر بن عبد العزيز أضاف فيه، وإمتى الحجارات بتاعة زيارة النبي دخلت فيه، وهكذا. تبدأ تشوف المبنى أثناء العصور، الدولة الأموية، الدولة العباسية، الدولة العثمانية، وبعد كده الدولة السعودية، حصل تطورات. فالتطورات دي إيه اللي حصل؟ تبدأ تشوف شكل المبنى بيتطور إزاي وبيتعمل إزاي، وتتخيله كأنك موجود فيه. يعني أنت شايف حاجة بعينيك، فبتبقى يعني لا يمكن تنساها، عكس لما تقعد تقرا كلام ومش قادر تفهم. يقول لك مثلا لا ده كانوا بيحطوا الطوب بالشكل الفلاني، وبعد كده في المرة التانية لما جم يبنوا بنوا الطوب بشكل تاني، فمش قادر تتخيلها. انما لما تشوفها فيديو هتتعمل قدامك اكيد هتستقر. ودي بتبقى كويسه جدا ان المتعلمين هيعرفوا تاريخ بلدهم مجسم قدامهم فما يقدروش ينسوه.